لدي خلني اخذ تصويت. تفضل وضح. شكرا الاخ الرئيس. الاخ الرئيس بلا شك ان يعني امس تفاجئنا ويمكن مو امس حتى قبله بفتره بسياسه جديده لتلفزيون دوله الكويت، وانا اوجه كلامي حتى الاخ الوزير هنا ان الان النهج والسياسه اللي قاعد تتبع، ما ادري هل التلفزيون هل هو تلفزيون حكومه دوله الكويت او تلفزيون دولة الكويت. أنا أعتقد ما يروج له الآن من أراء هو رأي واحد أحادي للحكومة فقط دون النظر إلى الرأي الآخر اللي هو رأي البرلمان ومحاولة تشويه حتى صورة النواب. فهذا النهج اللي قاعد يشوفه اللي بناء عليه قدمنا هذا المقترح، واللي قاعد يشوفه الآن يمارسه بكل أسف وكيل التلفزيون المساعد، واللي قاعد يستضيف ناس وفعاليات ودكاترة ورجال دين لسب النواب وتنزيل حتى من قدرهم، وهذا ما حصل في برنامج امس. فلذلك احنا ارتئينا تقديم هذا المقترح لمناقشه هذا الموضوع. شكرا لك رئيس. شكرا. هو نفس اللي الحين قريناه اللي قلته. تفضل اخ وزير الاعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اللي تفضلوا فيه الاخوان الافاضل قضيه احنا كحكومه نرفضها، لا احد يود توجيه التجريح نحو النواب أو غيره. أنا وزير جديد اللي أقوله أعطونا فرصة، ما صار لنا يومين حتى بالفعل نخلق سياسة إعلامية متفق عليها بين السلطتين تراعي الكرامات، وأعطونا فقط فرصة من الوقت حتى نستطيع التقرير هذا الأمر. أخ الوزير، ما في مشكلة أن تسمع وجهة النظر من بعض زملائك في المجلس على أساس تستفيد منها في حالة الدراسة، يعني ما نشايف فيها مشكلة. بقى خلاص خلنا نصوت. تفضل رجاء. أنا رديت عليك. تفضل جوهر تنازل الأخ مبارك الوعلان. تفضل مبارك. شكرا الأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا وجه كلامي كنت أتمنى أيضاً وإحنا نتكلم عن الموضوع أن الحكومة بأغلبها تكون موجودة. الآن إحنا أمام نهج جديد وأمام سياسة بكل أسف، وهذا مما يعني يؤكد كلامنا لما نوجه نقدنا للحكومة. أنا أقول الحكومة كفى عبثاً، كفى عبثاً في الأجهزة الإعلامية وفي الإعلام وفي بعض أيضاً حتى من يقول أو يكتب في بعض الصحف. الكل أنا أعتقد كنواب وأيضاً كحكومة نتقبل النقد ونتقبل النقد البناء، ولسنا ملائكة، لكن هناك فرق ما بين النقد وما بين التجريح. لكن أكبر المصائب لما يكون جهاز رسمي وجهاز لدولة الكويت، وأقصد فيه تلفزيون الكويت، لما يمارس هذا الدور من خلاله واستضافة أناس بكل أسف يعبرون عن وجهة نظر واحدة أحادية. يعني كان المفروض إذا كنا بدولة مؤسسات ودولة قانون أن نكون فعلا عادلين في كل شيء، أن نكون حتى أمينين حتى في الطرح في تبني أي قضية، نحضر الرأي والرأي الآخر وبذلك نكون فعلا أمناء على ما نقوم فيه. لكن أن نقوم بهذا العبث الحكومي بكل أسف، وكأن هذا التلفزيون ملك خاص لهم وليس ملك للشعب الكويتي ولدولة الكويت، وتوجه من خلاله ليحاولوا تسييس الآراء من خلاله، كأن في بعض الدول التي بكل أسف نراها الآن في ضرب شعوبها وتستخدم هذه الأجهزة في تبني رأي واحد. إحنا لما نتكلم وأشرنا لذلك نعرف أن الأخ وزير إعلام وزير جديد، وأن في دخول هذه الوزارة جديدة، لكن ما حصل هو بعهده من خلال يومين أو من خلال أيضاً ثلاثة أيام خلصنا من قضية أحد الوكلاء بوزارة الإعلام يخرج وينتقد الشماغ وكأن ضاعت مشاكلنا من خلال اللبس اللي نفتخر بلبس هذا الشماغ الأحمر ولنا شرف أن نلبسه. لكن أنا أعتقد ينتقد الإنسان بناء على عمله وبناء على أخلاقه وليس بناء على لبسه أو غيره. فبالتالي مصيبة لما يكون أيضاً مسؤول وأول ما يبدأ الاجتماع مع موظفينه يقول مبروك عليكم أنا. فبكل أسف لما يكون هذا الطرح يخرج علينا أيضاً بالاستضافات واستضافات البعض، واللي يبدأ بنقد وتجريح وضرب هذه المؤسسة، واللي الآن بكل أسف نتيجة المواقف الصلبة لبعض النواب الشرفاء نجد النقد ونجد التجريح من كل مكان. لكن فعلاً ما يؤلمنا وهذا ما نتكلم عليه ونحمل الأخ وزير العام المسؤولية كاملة إذا لم يصحح هذا العويجة، وقلنا له ونقول له الآن يجب تصحيح هذا العبث اللي موجود بوزارة الإعلام وضبط الإيقاع حتى تكون وزارة الإعلام نفتخر بهذه المؤسسة، وهو رجل ليس ببعيد. احنا نعرف ان اذا كان هناك البعض لديه اجندات خاصه ولديه فكر معين هذا فكره تؤمن فيه برا، لكن لا تاتي علينا تتحفنا بتلفزيون الكويت تريد تطبيق هذا الفكر وهذا النهج، وانا اعتقد هذا مرفوض. والمصيبه لما يكون هذا النهج وهذا الفكر هو لضرب المؤسسه التشريعيه ولضرب الشعب الكويتي، اللي احنا اعتقد ممثلينا ما في واحد منا ما يقل عن تمثيل 10 او 12 الف من اهل الكويت، وبالتالي احنا ممثلين الامه غاطبه. فلما يخرج علينا بعض من يسمون بالخبراء
خلصوا من المحطات الخاصة الآن نقلهم إلى جهاز رسمي وتوجيهه. وأيضا بعض رجال الدين اللي نحترمه ونحترم سيرتهم، لكن أنا أعتقد ما حدث منه وما تكلم فيه فهو خطأ. لما ينتقد، شفتوا اللي ينتقد الشيوخ شنو صار فيه؟ أنا أعتقد في هذه القاعة سجل استجوابات على الشيوخ وغير الشيوخ. أمامنا هني القانون والمؤسسات، وإحنا دورة القانون والمؤسسات، وأكبر من أكد على ذلك حضرة صاحب السمو إن ما في أحد فوق القانون، لا كبير ولا صغير، لا شيخ ولا غير شيخ. فبذلك نقدنا وتوجيه مساءلاتنا هو من خلال هذا الباب، من خلال الخطأ الصح إحنا بيدنا بيدهم. ونقول أيضا رسالة للحكومة اللي أنا أعتقد يعني الطق فيها حرام أصلا، لأن لن تستطيع تقديم شيء. كما هو وجه السابق هو وجه الحالي، يعني ينطبق عليها المثل تي 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 تي، مثل ما رحت جيتي ما قدمت أي شيء، نفس الوزراء ونفس الأخطاء ونفس من يستجوب أتت فيه وقدمت لنا. وبالتالي لا نريد ونحذر وزير الإعلام أن يوقف هذه السياسة الموجودة عنده في هذا الجهاز الرسمي، وإلا أنا أعتقد ليس ببعيدا عن المساءلة. وإحنا نجد لعذر الآن لما قال أنا لسه جديد يا جماعة، أعطوني الفرصة نعطيك الفرصة، لكن أنا أقول حط أمامك وعرف أن في نهاية الطريق إذا لم تصلح هذه الاعوجاج لن نتردد في تصعيدك منصة ومحاسبتك على كل الأخطاء واللي مارسها البعض ويعتقد أن تلفزيون الكويت وأجهزة تلفزيون الكويت ملك له ولعائلته. ابتدينا من نقد اللبس إلى أيضا التجريح بأهل الكويت ومؤسساتنا، اللي نرفض أبدا هذا التجريح وهذا الدور اللي يقومون فيه بكل أسف. شكرا لك الرئيس.